جاءتكم موعظة من ربكم، وهذه الموعظة هي الزاجر. تنوعت كلمات المفسرين، ولكن كلها تدور حول أنها تمنع الإنسان عن معصية الله سبحانه وتعالى، وتخوفه عقوبة الله جل وعلا. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وقال العلماء من ربكم، أي أن هذا ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه، وإنما هي من عند الله جل وعلا، وكذلك كل ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفاء لما في الصدور من أمراض الشرك والنفاق والجهل وغير ذلك، وهدى إلى الرشاد، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نقل الإمام ابن جرير والإمام ابن كثير والقرطبي والبغوي وغيرهم من العلماء أن قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته، فسرها أبو سعيد وغيره من السلف رضي الله عنهم أجمعين، أنها القرآن أو الإيمان أو الإسلام. قل بفضل الله، قال أبو سعيد رضي الله عنه، قال بفضل الله القرآن، ورحمته أو الإسلام، ورحمته أن جعلنا من أهله. فبذلك أي بهذا القرآن وبذلك الإسلام والإيمان فليفرحوا، وهو اللذة كما قال القرطبي، الفرح دجنو، اللذة الحاصلة في القلب بتحصيل المحبوب. ده اسمه فرح، لما تحصل لحاجة بتحبها بتفرح، هذا الشعور اسمه الفرح. ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبدأت الكلام بهذه الآية لأن هذا الموسم أو هذه الأيام هي من مواسم أهل الباطل والضلال من الصوفية والشيعة وغيرهم والإخوان المسلمين وأنصار السنة، فهمت؟ لأنهم بيمشوا الموالد ما بيتكلموا للناس في العقيدة، ولا بقول لهم المولد باطل، تلقاهم بيتكلموا عن السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، والسيرة الكلام فيها حق ومن الدين، لكن ما محلها هنا، ده محله إنكار المنكر، لأنه ما بجوز تقعد في محل منكر إذا كان عندك كلام لبعض أهل العلم، إلا العلماء اللي قالوا الكلام ده اشترطوا إنك تنكر المنكر. تما شايف المنكرات في الموالد؟ طيب، فأول مسألة تعرف إنه ده من الشبه اللي بيذكروها الآن ناس الخنجر والركيني وغيرهم من الصوفية المجرمين، بيقول لك من أدلتنا على المولد والفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية. أول حاجة، الآية دي ما تكلمت عن المولد نهائيا، تكلمت عن المولد؟ ما تكلمت عن المولد. هل الآية دي تكلمت قالت سووا خيم؟ ما قالت تسووا خيم. هل الآية دي قالت أنت إنك تكورك وتنطط؟ فهمت؟ ما في، بل ده مذموم في القرآن، وبجي بذكر لك كلام العلماء إن شاء الله، فهمت؟ فتفرح بفضل الله، أول حاجة يحصل لك في قلبك من اللذة والسرور بسبب أن الله سبحانه وتعالى هداك من الضلالة. لو ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل إليك هذا القرآن ولا أرسل إليك محمدا عليه الصلاة والسلام لكنت مجنونا من هؤلاء الدراويش، كان بتكون مربوط من النص تدردك في الوطة زي الحمار، في الله يكرمك بيستحمى في الوطة تلقاه بيدردك، وفي واحد تلقاه بيمشي للشيخ يبوس له كراعه، وفي واحدين بيشربوا موية الوضو، في واحدين دارين يشوفوا صورة الشيخ كما في أزاهير الرياض، فهمت؟ قال وكنت حريصا على رؤية صورة الشيخ، الصورة ذاتها لا القاش ولا الكاميرا البيبرة، فهمت؟ قال لأني علمت أن من رأى صورة الشيخ دخل الجنة. ديل دارين يوصلوك لوين؟ سؤال، ديل دارين يوصلوك لوين؟ وبعد ده قالت لي كلام للخنجر، الخنجر المجرم
كلام قال الوهابية، قال بيستخف، قال بعقول الناس. أسير بيستخف منه ده، هذا لا زهير الرياض. شيخك قال شوفت سرة الشيخ بتدخلك الجنة. يا زول دي سرة شنو دي؟ فهمت؟ داير تخش الجنة توحد الله تتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن تشوف سرة الشيخ وتشوف أضان الشمال، أنا مالي وماله. ربنا هو أمر إنه الشيخ يغطي سرته، تداير تكشيفه له؟ فهمت؟ فده كله من اللعب. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله قال الفرح في القرآن إذا ورد بالإطلاق ذاته مذموم، لأنه قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والدليل قال ربنا سبحانه وتعالى قال إذ قال له قومه عن قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وغير من الآيات. قال لأنه هنا الفرح مطلق، وأما إذا قيد في الشريعة فهو فرح محمود، لأن ربنا هنا قيد لك الفرح بالقرآن وبالإيمان وبالنعم أن تفرح بها وأن تستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال فبذلك فليفرحوا. وربنا قال في سورة آل عمران عن الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فرحين جنو بما آتاهم الله من فضله، بما من الله عليهم من دخول الجنة واكتساب الدرجات العالية في الآخرة. فهمت؟ ده فرح مقيد، ده في الشريعة الإسلامية. لو قال فرح معناه نكورك، هل الشهداء حيعملوا مولد في الجنة؟ الشهداء الزول المات في سبيل الله وهو شهيد، هل بيعمل له نوبات وكشاكيش ودلاليك في الجنة؟ هل ده مقصود الآية؟ ده ما مقصود الآية. يبقى الصوفية ديل ناس مجموعة من المجارمة بفسر القرآن براسه بهواه، فيبقى ما عندك دليل. وأما الاجتماع للموالد وما يحصل فيها، شوف الإمام القرطبي رحمه الله، أنا دار نقول لك كلام ذكره في التفسير. قال في تفسير سورة طه الآية رقم 91 ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي، شوف الحال بتاع الصوفية، سألوا عنه الإمام الطرطوشي، وده من أئمة المالكية ناقل عنه الإمام القرطبي صاحب التفسير. الإمام صاحب التفسير ناقل عن الطرطوشي، قال وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، لأنه أصلا شفت الموالد القاعدة الآن في السودان وغير السودان في الساحات والرقيص والاختلاط، دي ما يشرك عاقل في تحريمه. حلاوة مولد، واحد يقول لك ما رأيك في أكل حلاوة مولد؟ يعني أنا أقول لك ما تمش واجي أقول لك بتحت جيب لي؟ فهمت؟ تبتلعب ما تزالني منها دي دار لا سؤال. طيب قال ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب الصوفية، ده من أئمة المالكية الإمام أبو بكر الطرطوشي، قال وأعلمه يعني كلمه وروه حرص الله مدته أنه اجتمع جماعة من الرجال، ما فيها اختلاط، ما في نسوان ورجال، ما في مواعدات جوا المولد. الجماعة لما ما يلقى له فرقة بيقول لي اسمع نتلاقى ورا خيمة الخدمية، فهمت؟ ويكون الدياب بسكويت أو حلاوة مولد حلاوة بدعة ما تأكله، يقول لا صل على الحبيب، مجرم يأكل باسم الدين ويخلط كمان باسم الدين. قال لك ده الرجال براهم ما في أي اختلاط. قال اجتمع جماعة من الرجال فيكثرون من ذكر الله تعالى، ما بين نوبات ولا طارات ولا كشاكيش. قال فيكثرون من ذكر الله تعالى وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يوقعون بالقضيب، لا قال في نوبات، قال يوقعون بالقضيب على شيء من الأديم، يعني بدقوا النوبة. قال ويقوم بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مغشيا عليه، يرقص فهمت ويتواجد، يعمل لك فوق خلاص نظام الوض وصل، فهمت؟ واحد يقرأ له القرآن ما بيتأثر مما يسمع القصيدة، فهمت؟ ديل الفراس باللحن للكون حراس. يا زول ده مرق برا الدين، انت تبكي في شنو انت؟ ومرق برا تبكي انه مرق، لكن ما تبكي على انه ده دين بيقربك لربنا سبحانه وتعالى. قال ويحضرون شيئا يأكلونه، هل الحضور معهم جائز ام لا؟ افتونا مأجورين. قال وهذا القول الذي يذكرونه، كلام البرعي
بجي بذكر لك هسي. قال يا شيخ يا شيخ كف عن الذنوب قبل التفرق والزلل. ده بس الكلام اللي بيقوله سيدة فيه حاجة. قال لك ما تذنب قبال قبال الشيب وقبال الزلل، واعمل لنفسك صالحا ما دام ينفعك العمل، أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل، وفي مثل هذا ونحوه. فهمت؟ ما في يا ليل ليلك جكا ولدك في جوف تمكن لرب الخيل جكا دربهم زلقيب مطيا. ده ما فيه، بس قال لك كلام كده، كلام بذكرك انت لو قريته براك كده بذكرك. قال الجواب يرحمك الله، مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة. رأيكم شنو أنصار السنة؟ أهذا جراح ولا كيف؟ ده أسلوبه خشن ها؟ ولا ما بيحترم الحضور؟ ولا طوال كلامه تجريح؟ ده إمام من أئمة المسلمين، من أئمة المالكية. رأيك فيه شنو؟ قال لك مذهب الصوفية مذهب بطالة. لقاك صوفي شغال، صوفي تلقاه امشي يلملم القروش من الناس، ما بيشتغل حاجة. العدة بتاعت الشغل بتاعته عبارة عن سبحة وجلابية مرقوعة، تاني ما عنده دراسة المال بتاعه، وبعد ذاك بيمشي يلف على الناس، يمشي يغش الناس الجهال. بعد مرات تلقاه زول دكتور يقول لك نبي الله الخضر، شوف الكذب كيف. نبي الله الخضر عليه السلام قاعد في السودان يا مفتري، فهمت؟ يغش العوام من الناس والمسلمين وياكل قروشهم، ما عنده أي شغلة. شيخ تلقاه متندل سمين أكبر من الكمبرسون، يأكل العتود الفيو، يأكل المرج جابته ذاته، فهمت؟ تلقاه بيضرب ضرب نظيف زي المنشار، راجع شغال وماشي قدام شغال الفكيه. لقاك فكيه شغال شامرك بيجاي، أمرك بيجاي، أنت مارق على العربي. تلقى واحد منزل له شوالات ويوميا صينية داخلة وصينية مارقة، جبتها من وين؟ 10,000 باركة في محايا، شاربة لمحايا، 10,000 باركة في راية، 10,000 ماشية ما جاية. ديل بيأكلوا من وين ديل؟ الشيخ لقى من وين؟ فهمت؟ لكن دي أموال المساكين، الناس اللي تورطوا في مذهب الصوفية.